كيف حالكم جميعا؟ الله أنا لا أسمع. كيف حالكم جميعا؟ ما شاء الله تسونامي، ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم يعني همتي كنسي مجلس guru dan pelajar-pelajar sekalian. Insyaallah pada pagi ini kami akan mempersembahkan sebuah puisi Arab. Tahu puisi Arab? Tahu kan? Iaitu ilqa' syair. Arabnya itu puisi mendeklamasikan sebuah puisi Arab yang bertajuk Al-Ta'lamu wa Diku. Al-Ta'lamu wa Diku. Al-Ta'lamu wa Diku. Yang bermaksud si serigala dan ayam. Serigala dan ayam. Jangan jumpa ni. Jadi sebelum kita mendeklamasikan sahaja ini, saya akan cerita sedikit sebanyak tentang puisi ni sebab takut tak faham. Jadi saya akan menceritakan dia punya panggil apa? Sinopsis. Yes, good girl. Puisi ini sebenarnya diungkapkan oleh seekor ayam. Seekor ayam pun boleh puisi. Diungkapkan oleh seekor ayam tentang seekor serigala. Dalam puisi ini, seekor serigala ini dia berpura-pura warak, beriman, beramal soleh untuk menghasut seekor ayam ni supaya dapat makan. Jahat ni serigala ni. Jadi dengan rasa kecewanya ayam ni, dia lahirkan dengan puisi ni. Ayam pun boleh tulis puisi. Jadi kalau adik-adik nak puisi, makanlah, carilah ayam ni. Apa ada ayam jadian, segala jadian ni, boleh cari yang lepas ni. Jadi puisi ni, segala ni dia berpura-pura warak supaya ayam ni ikut dia dan agar boleh makan tu. Jadi mesej daripada puisi ni adalah dalam kehidupan kita ni, kita kadang-kadang dikelilingi oleh orang yang munafik. Kau munafik? Orang munafik ni dia ambil kesempatan kata kita tanpa kita sedari. Contohnya belakang baik, depan baik, belakang jahat. Hati-hati ya. Jadi mainlah kita ambil hati. Jadi mainlah kita ambil tiba daripada puisi ni. Dipersilakan. تعلب يوما في شعار الواعظين فمشى في الأرض يهضي فمشى في الأرض يهضي ويسب الماكرين ويقول الحمد لله الحمد لله إله العالمين يا عباد الله توبوا يا عباد الله توبوا فهو كف التائبين واذهلوا بالطير إن العيش عيش الزاهدين واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا فأتى الديك رسول من إمام الناسكين عرض الأمر عليه عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا فأجاب الديك أذن يا أضل المهتدين أذن يا أضل المهتدين بلغ الثعلب عني بلغ الثعلب عني عن جنون الصالحين
الثعلب عني عن جنون الصالحين عن ذوي التيجان عن ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعين بلغ الثعلب عني عن جنون الصالحين عن ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعين أنهم قالوا وخير القول قول العارفين مخطئ من ظن يوما مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا برد الثعلب يوما في شعار الواعظين فمشى في الأرض يهذي ويسب الماكرين ويقول الحمد لله إله العالمين يا عباد الله توبوا فهو كف التائبين وازهدوا في الطير أن العيش عيش الزاهدين واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا فأتى الديك رسول من إمام الناسكين عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا فأجاب الديك عذرا يا أضل المهتدين بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين عن ذوي التيجان ممن دخل البطن لعينا أنهم قالوا وغير القول قول العارفين مخطئ من ظن يوما أن لثعلب دينا الثعلب يوما في شعار الواعظين فمشى في الأرض يهضي ويسب الماكرين ويقول الحمد لله إله العالمين يا عباد الله توبوا فهو كف التائبين واذهبوا في الطير إن العيش عيش الزاهدين واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا فأتى الديك رسول من إمام الناس عرض الأمر عليه
عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا فأجاب الديك عذرا يا أضل المهتدين بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين عن ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعين أنهم قالوا وخير القول قول العارفين مخطئ مخطئ من ظن يوما أن للثعلب بدين شكرا جزيلا. هل أعجبتكم القصيدة الشعرية؟ نعم أكيد جميلة جدا هي. إذن ما رأيكم نقرأ مع بعضنا القصيدة مع بعضنا ممكن؟ ممكن بصوت مرتفع؟ أوكي إذن مع بعضنا أنا سأقول وأنتم تكررون معي أوكي؟ يلا وبحماسة وبصوت مرتفع. برز الثعلب يوما في شعار الواعظين فمشى في الأرض يهدي ويسب الماكرين ويقول الحمد لله إله العالمين يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين